متابعينا الكرام، أهلا بكم من جديد. كشفت نيسان الستار رسميا عن ألتما 2019 الجديدة كليا في معرض نيويورك للسيارات 2018. استخدم في السيارة لغة تصميم في موشن، والتي نراها في شبك أمامي على شكل في، مصابيح أمامية عدوانية وخطوط حادة تسري على الجسد، مصابيح خلفية LED تمتد إلى الجوانب. أصبحت المقصورة الداخلية أكثر رقياً وتطوراً عن السابق، حيث يتوفر بها مقاعد جديدة، مقود رياضي ثلاثي الشكل، عدادات قياسية 7 إنش، شاشة 8 إنش لنظام المعلومات والترفيه مع دعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو. وستتوفر ألتما 2019 بنظام بروبايلوت للقيادة الذاتية، والذي يمكنه التحكم بالتسارع والفرملة والتوجيه في بعض الحالات بدلاً من السائق. ألتما متاحة مع محركين، القياسي محدث 2.5 لتر 4 سلندر بقوة 188 حصان، والآخر بتطوير إنفينيتي وهو تيربو متغير الضغط 2 لتر 4 سلندر بقوة 248 حصان، على أن يتوفر بشكل قياسي لكليهما جير متغير باستمرار CVT. ومن المقرر وصولها إلى السوق لدينا مطلع مارس من العام القادم. ما رأيك في شكل ألتما الجديد؟ شاركنا بالتعليق.